يا للمصيبة، لقد ذهبت تلك اللذات وانقضت تلك الحسرات، فلم يبقى إلا الآلام والحسرات، وحسرتاه على أصحاب لم ينفعوا، وحسرتاه على أحباب لم يشفعوا. يا حسرتاه يوم طال السهر ولم أعد زادا للحفر، يا حسرتاه على عمر مضى وزمان ولا وانقضى ولم أتقي فيه حر لظى. يا حسرتاه إذا كشف الديوان بخطايا اللسان وزلات الجنان وقبيح العصيان، يا حسرتاه إذا وضع الكتاب ونشر ما فيه من خطأ وصواب وعرض الشباب، يا حسرتاه على صلاة أضعتها وزكاة منعتها وأيام أفطرتها، يا حسرتاه على أوقات أهدرتها، يا حسرتاه على ذنوب ارتكبتها وفواحش اقترفتها، يا حسرتاه يوم لم يلهج لساني بذكره ولم تقم جوارحي بشكره، يا حسرتاه يوم يفوز الصالحون بالدرجات، يا حسرتاه يوم يهوي الظالمون في الدركات. قال سبحانه وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يقول الشاب لقد ذهبت تلك اللذات وانقضت تلك المسرات، فلم يبقى إلا الآلام والحسرات، لم يبقى إلا الآثام والأوزار والتبعات، تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. وأنصح كل شاب عاقل بالالتزام بتعاليم الدين الحنيف، تلك التعاليم التي لطالما سمعناها ولم نتبعها، إنما اتبعنا النفس والهوى والشيطان، وقد خاب من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أقول لإخواني الشباب احذروا المخدرات والفواحش والمنكرات، فإنها الهلاك الماحق، احذروا من رفقة السوء فإنهم جنود إبليس اللعين. يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فلعلكم تقرؤون كلماتي هذه وأنا تحت التراب، فلعلكم تقرؤون كلماتي هذه وأنا تحت التراب، فاسأل الله لي الرحمة. لعلكم تقرؤون كلماتي وأنا تحت التراب، قد فارقت الروح الجسد وصعدت الروح إلى باريها، فاللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، فاللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، ارحم عبدك الضعيف المسكين. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم.